هذا من أجل المساهمة في اطلاع الدولة بالتزاماتها وبالترجمة المقتضيات التي توجد فيها مثلا لدينا كمثال المؤسسات. تنظيم هذا اللقاء هو في واقع الأمر متمخض عن واحد العمل جماعي اللي تنجز في تقييم واقع ديال التعدد المؤسساتي في البلاد من خلال مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، واللي بطبيعة الحال كيطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا الزخم الكبير اللي كرسته الوثيقة الدستورية. هل يبلور سياسة متكاملة وأداء تنسجم فيه التدخلات ديال كل مؤسسة حسب الاختصاص، أم أننا أحيانا نجد أنفسنا أمام تداخل الاختصاصات بما يطرح إشكالات؟ وعرفنا في التجربة بأنها كانت إشكالات مثلا بين مؤسسات حقوق الإنسان والحكومة، بين الحكومة والهاكا إلى آخره. فبالتالي كنقولوا لابد من واحد الوقفة لتقييم هذا الأداء، لأن الهدف ليس هو أن نتوفر على عدد كبير من المؤسسات بأكثر من أن نتوفر على سياسة، ولكل مؤسسة دورها في بلورة هذه السياسة على أرض الواقع، والهدف منها بالأساس هو حماية الحقوق والحريات. هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي يقوم بها المركز في إطار تقييم العمل التي قامت به مؤسسات وهيئات الحكامة في علاقة مع المنظومة القانونية والمؤسساتية التي عرفتها بلادنا منذ تسعينات القرن الماضي، للوقوف على مدى نجاعة هذه المؤسسات، ما هي قيمتها المضافة، ما يجب تقويمه إن كان هناك يعني مسائل ما زالت تحتاج إلى تقويم، وكذلك لتوفير فضاء لنقاش هذه المواضيع بعيدا عن التجاذب لا السياسي ولا الإعلامي الذي لا ننتقص منه، ولكن يعني فضاءات أخرى. هنا نأمل أن يكون فضاء للتفكير وللتأمل في أفق تطوير الممارسة المغربية وللوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، حتى مما يجعله الدور الاستدامي أو الداعم.